صباح الخير، عسلامة، شعاملين، شنحو لكم فيديو سبيشال مختلف، حاجة أول مرة نعملها. من اقتراحاتكم انتم الحقيقة اقترحتوا تحبوا تتفرجوا في حاجة ريال، حاجة واقعية. قلتوا لي صورنا الروتين بتاعك بالحق، كيفاش تعادي نهار أوف بتاعك، شنو هتعمل، شنو الروتين، الحاجات اللي تعملهم. فاليوم قررت باش نشارككم معايا نهار كامل من الأوف متاعي، باش نصور لكم شنو نعمل نهار كامل. لكن خليت وعد على نفسي اني نصور حاجة واقعية، حاجة ريال، يعني مانيش باش نمثل، ماهوش تمثيل. مانيش باش نمشي نعمل توست بالافوكادو ونعصر عصير وحياة هيلثي وسعيدة وحاجة بينك ياسر هكا، نو نو نو. باش نصور لكم واقع، معناها احسبوا روحكم للناس اللي تتفرج تو في الفيديو، احسبوا روحكم عايشين معايا في الدار. فان شاء الله الاكسبيرينس تعجبكم. الفكره من الفيديو هذا اني حبيت نعمل حاجه مختلفه شويه، ما حبيتش نصور لكم اللي قاعده نشوف فيه هنا توا على السوشيال ميديا الكل، اللي هو ياسر فيك بصراحه. معناها نرى فيه فيك على الاخر، انك تقوم لربعه تاع الصباح ولا خمسه تاع الصباح، يو دو نوثينغ، تقعد ما تعمل في حتى شيء، جوست فيك هكاك. معناها يو جاست ويستينغ يور تايم، يور ويستينغ انرجي، ضيع في وقتك انك قاعد ما تعمل في حتى شيء لربعه تاع الصباح، ومن بعد تعمل توست بالافوكادو على اساس اتس لايك هيلثي. اي دون نو واتس جوينغ اون على السوشيال ميديا توا باللي الروتين هذوما اللي قاعدين نشوفو فيهم. لكن نحب نقول لكم البنات اللي ما عندكمش الروتين هذا اللي هو تاع توست بالافوكادو لما تاع الصباح، ويلكم، بيكوز وي هاف اذر روتين، وي هاف ا كومبليتلي ديفرنت روتين، على خاطر احنا عايشين في رياليتي وعايشين في الواقع، مانيش عايشين في كوكب المريخ. ف ويلكم جيرليز اللي تحبوا تعيشوا ريل لايف، وهذا تي في رياليتي شو متاع سيرينا فلوجز، ويلكم. نحط التراكينغ على وجهي، سي بون، توا الكاميرا باش تبعني. حقا ما في بالكم. شريت كاميرا جديدة مالي اللي قاعدة نصور بها توا. الصوت ان شاء الله قاعد يوصل بالكدا، ان شاء الله الضوء باش تراوني. شفتوا كيفاش الكاميرا تتحرك معايا؟ باش نمشي هكا الكاميرا باش تجي هكا، مشي هكا الكاميرا تجي. واو، this is so cool. الكاميرا اللي شريتها اللي قاعده نصور بها انا توا، التصويره هذه، سي قولوا لي في لي كومونتير التصويره واضحه والا لا. خليت نقرب شويه خاطر بعض، قولوا لي واضحه والا لا التصويره. نحط هكا ام باك، ها فوالا. ام سو اكسايتد الحقيقه بالكاميرا، والله يعني هي ماهيش رخيصه، غاليه، يمكن 1000 وحاجه، 1200 دولار، فازا كيما هكا. اسمها دي جي اي، عملت انبوكسينغ هكا، حبيت الفيديو تنجم تشوفوه. يجي معاها ميكرو دي جي اي، المايك هذاك يتحط، انا توا قاعده نكسبورتي في شويه اوديو من الميكرو هذاك، هذاك في البي سي، فهذاك علاش مانيش حاطه الميكرو. اما سينو هذا الصوت اللي تسمعوا فيه هو صوت الكاميرا هذا، دونك سافا، معناها مش بطال الصوت، سافا. لكن نحب نعرف رايكم في الكواليتي، اسكو الكاليتي باهيه ما الى ليك، قولوا لي في لي كومونتير اسكو التصويره مزيانه. وانا الاكثريه راني نحب الناس تتفرج فيا، تفرجوا فيا من التيلي من التلفزه خير، خير من اللي تتفرج فيا من التليفون، على خاطر الكاليتي في التليفون ماهيش حاجه. هذه نظيفه، إذن من بعد ذيكا باش نعمل تك غسلة تك تك تك، ونسرع لكم في الفيديو باش ما تقلقوش، نعرف خاطر تفدوا. كملت توا المعون، باش نخليه يستقطر شويه، وبعد هيك باش ننشفو ونحطو في بلاصتو، خاطر سينو ما نحبش انا المعون يبدا محطوط هكاكا في الكوجين على برا، نحب نخبيه باش تبدا بين الكوجين ونضيف، عرفتو. نغسل يديا، باش نغسل يديا وندخلو الماسك بيتنو.
الصباح توسطة متاع الصباح حمستي كي قمت باش نحذر روحي باش نعدي مع بعضنا النهار لما نخدم بكري باش نغسل وجهي نقسم ليا نحذر روحي للخدمة وجهي حسيت روحي هكا فقت شوية حكيت هنايا بصح ويجي نعمل قهوتي نحضر البوتلاج نخرجو ماي كعبة تفاح امبارح شريت تفاح معايا للخدمة والقهوة هاذي خاطر في الخدمة عندنا سكر الخدمة حاضر تعرفوا ما شفتش حتى الوقت قدي 6:30 وقيت بسم الله قد يعجبني الاحساس وقت اللي تقوم والناس الكل مثل ورقتين تحس روحك وسط بهيد عرفتوا تحس روحك مقدم
بسم الله، اللهم إني عليك توكلت، مش نقص درابي توا الخدمة. زلت ما عندي شو سيبور متاع الكهرباء اللي باش نحط فيه الدي جي اي اللي نصور بها، دونك مازال ما عنديش سيبور حاسيلو باش نجم نصور لكم في الطريق. دونك تي كنا خلصت الخدمه نرجع نصور. يلا باي باي. حسيلو الطقس ما تفهموش، بارد بارد بارد، وفجاه تاني يولي سخون في القايله. بعد صباح بكري كيما هكا بيرد على الخطا وصباح غير ترش. ليتس جو. هلو هلو، رجعت لكم توا توا الاربعاء متاع العشيه، فهلي خليتكم الصباح 7 متاع الصباح توا الاربعاء متاع العشيه كيما قاعدين نشوفوا في الشمس. طقس يهبل يهبل يهبل، تعرفوا متاع خرجه هكا. اما المشكله الجمعه كامله تتعدى طقس مزيان، وفي الويكاند يجي طقس لطف برا. ان شاء الله الويكاند دي يجي طقس مزيان حاصلو. توا طلعت في الكهرباء قلت نصوروا كملوا نصوروا، خاطر اخترت باش نصور لكم النهار بعد جمعه النهار باش نتعدى نمشي نقضي. شبيت ركضه دونك باش نتعدى باش نمشي مع بعضنا، باش نمشي نقضي قضيه هكا للدار، قضيه صغيره للدار. نحب ناخذ شويه خضره وشويه غله، نحب نعمل سوب هكا شيء ناكل حاجه هيلثي، عرفتوا سوب حاجه كيما هكا. فوالا نتعدى ناخذ شويه خضره وشويه غله، نصور لكم شنو الحاجات اللي باش ناخذهم ونروح مع بعضنا للدار. ليتس جو. اليوم سافات عاد نهار نتاع الخدمه محليه، حسيت بيه الحقيقة تعدى تك تك فيت في ومحلي هكا. كي نخدم تعرفوا كي نخدم السبعة للأربعة نحس النهار مازال فيه، مش كيما مثلا نخدم ثمانية ونص للخمسة ساعات نكمل الخمسة ونص تحسي بون نهار وفيه، لكن كي نكمل الأربعة نحس النهار مازال فيه، عرفتوا تحس النهار مازال طويل، تنجم تروح تنجم تعمل حاجات أخرى. ف it's nice. يلا خلتنا توا باش نمشي ناخذ شويه خضره من البلاصه هذه اسمها فخويتري 440.
شوية فلفل. حطيت فلفل، الفلفل هذايا كيما الفلفل متاع تونس، حطيت هذاكا باش نزيد ناخو هذاكا عاوز في البركة. حطيت زادا طماطم، 6 كعبيت هكاكا طماطم، ما حبيتش ناخو برشا باش ما نقعدوش، على خاطر مازلت مانيش عارفة شنو الحاجات اللي باش نطيبهم. هذا نقضي كيكا بونجور. Oui, merci. حسيت وجيت نلقى البوليس، خرجت نلقاهم مروحي، مش عارفه كانوا يقضيوا هنا ولا شنو نحكي. بسم الله، قضية في المال وننطلق. حطكم هنا، ولا نفتح الكراهة هنا. اها خديت عنب أحمر، خديت عنب هذايا الأخضر، خديت هذايا ميوغ، وخديت فرامبواز، فنارية، مانجا، طماطم وفلفل. فوالا هذه هي القضية والله العظيم. معناها في العالم العربي ما عندهم الفريز. هذا لازم نعمل به الجو على خاطر سي بون باش يفسد. خديتو عندي مدة وما استعملتوش، دونك نقصو توا نعملو جو هكا. ولي
Voilà. Et là, jus de fraise. بنين خليه يبرد في الفريجيدير دونك هذه شنو حضرت للعشاء قصيت بطاطا وسفنارية وفلفل وعندي ثلاثة فخاذات دجاج حطيتهم باش نعمل نحط توا لفاحات باش نحط هكاكا عيني ميزاني شوية كركم و تتمشى بعلي كما تجي مالحة فلفل أكحل نزيد معاهم شوية زبدة فوالا نقص شوية بركة زبدة نحط معاهم يا خير في بالي باش نعمل برود كيما قلت لكم في الكهرباء وانا جايه لكن ما عرفش علاش هكا شتيت روز روز وخضره في الفور خير اون بلوس فرد مره نهز منه فطوري غدوه خاطر كنت باش نعمل توا برود وما نجمش نهز منه فطور نجم نهزو فطور اما يبدا جيري عرفتو شوية زيتونة فوالا ريحتو بنينة على الاخر عرفتوها هي كاكاوية وهي بالحلوى الحمراء من شنو يقولوا لها اسمها حلوى حمراء كاكاوية نعم خطي دونك لو طون اللي طاب العشاء باش نعمل معاكم انبوكسينغ صغرون وصلوني زوج حاجات اليوم باش نحلهم معاكم وصلني البوكس هذا وصلتني هذايا شطواليتهم وانا خلطت للدار دونك باش نعمل معاكم انبوكسينغ شوفوا شنو وصلني لو طون اللي حضر العشاء
تعرف والله انا راه احسن احساس عندي كي نروح للدار ونلقى فما دي كادو، والله هذيك احسن احساس نلقى هكا وصلوني حاجات. قاعدين تشوفوا بلاك سنيل ريتينول امبول دكتور جي ماي سكين وندر. ريتينول فروم كوريا، من كوريا، البراند اسمها دكتور جي. خير ولا يعطيهم الصحة، انا بيتي ما عنديش ريتينول الوجه. كي تشوفو تبوزا قداش ما شابها، كيما تعرفو كيما شنو، كيما لانكوم ديزاين متاع الالوان اللي استعملوهم لانكوم. لانكوم الالوان يستعملوهم لانكوم فوالا. شفتو ريتينول امبول سنيل ريتينول، ريتينول متاع الحلزون. تبنينا على الاخر محلاها الفازه متاع الباكجينج. شفتوا حاطينها في حاجه هكا منفوخه باش ما تتكسرش ولا ما تتهلكش، ليتو باش ما يتغفصش البرودوي. ثم احلى ثم احلى دبوزه ياسر محلاها بصراحه. هذا فيتامين اي انتنس ريجنس، نجربه من وطا. حط لكم فيس تراكينج لحظة. طبعا استكملت منه في وجهي، شفتوا بون ما نجمش نحكم عليه خاطر من اول استعمال، ممكن نزيد نجرب ونقول لكم رايي فيه. فوالا هاي الدبوزة نتاعو ماركة كورية، الحقيقة ما نعرفش سمو قديش، توينا مجربة هذي بصراحة عجبني، شفت على دبوزة مزيانة على الآخر، حتى الآخر دبوزتو محلاها، أنا راني نتأثر برشا بالباكجينج، نحس الغزولتا في الباكجينج مش في البرودوي. فوالا اريد العشاء، عملت روز وهذه الخضره اللي كانت في الفور، دونك زينت فوق الروز من فوق، وهذوما في خضات الدجاج هذول باش نفتفتهم هكا ونحطهم فوق الروز من فوق. عارفوا ريحه بنينه 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 على الاخر. فوالا باش نحطها ونتعشى. تبعت صباح الصبيح نهار السبت 9 ولا 9 ونص ساعة ونص. اليوم الطقس يهب يهب يهب، الحاسيلو باش نمشي نقضي شوية قضيت، باش نمشي الماكسي ناخذ شوية قهوة، ناخذ شوية حاجات هكا ناقصيني للدار. و فوالا
ما قلت لكمش خذيت اناناس نلقاهم عاملين فيه مرخصين فيه حاسيلو وهذا ديما كي نلقى بروموسيون اخو على خاطر انا نستعملو برشا في السموسي والفازل كيما هكاك. خذيت القهوه